بقى نقول مقادير متبل الكوسة ونشتغل على طول. هنحتاج كوسة مقلية هنقليها، هنحتاج طحينة، زيت زيتون، خل، ليمون، فلفل حار اكيد طبعا. يبقى كل اللي هنحتاجه ايه؟ هنحتاج كوسة مقلية، وهنحتاج كمان طحينة، هنحتاج زيت زيتون، خل، ليمون، والفلفل الحار، وشطة لو عايزين طبعا. انا عايزة انتوا لو عايزين براحتكم، مش عايزين طبعا برضو براحتكم. اهو تعالوا بقى نقطع الكوسة بتاعتنا. بصوا انا مش هقليها لحد ما اقرمشها ولا احمرها، انا بس هخليها تدبل في الزيت وتبقى جاهزة معايا ان هي تتضرب في الكبة، فهتبقى كده ما فيهاش اي حاجة صعبة خالص. طيب تعالوا بقى نقطع الكوسة، نعدلها كده ونجيب السكينة. الزيت عندي طبعا سخن وزيت غزير، هنا المكرونة بتتحمر اهي شايفين، افضل اقلبها بقى هي بتتحمر، بحمر كل المكرونة زي لسان عصفور بالظبط. ماشي، هنا بقى اجيب الكوسة بتاعتي، هشيل بس دي وهشيل دي وهقطعها ايه، هقطعها شرايح طولية. حاضر اهي عشان تستوي معايا على طول، اروح منزلاها في الزيت خلاص، وناخد تاني. تعالي حاضر، نقفل بقى الفرن عندنا هنا اوكي، ونسيبها علشان خلاص هو تقريبا اتشوى، ونسيبه يهدى ونطلعه زي ما قلت لكم نغطيه بالفويل يهدى شويه، نقشره هيتقشر معانا بمنتهى السهوله، مش هتلاقوا القشره لازقه ولا الكلام ده خالص، هتطلع معاكم بسرعه جدا. اهو ادي الكوسه واحطها ونقلب هنا. ببقى مبسوطه قوي وانا بعمل كذا حاجه في وقت واحد، بحس ان احنا بنعمل حاجه فعلا مفيده. عايزه الكبه بعد اذنك يا شيف، اهي نقطعها كده بسرعه. عايزه اقول لكم ان كمان الكوسه ينفع نقليها ونعمل خلطه ثوم بليمون بخل ونرشش عليها، تبقى زي البتنجان المخلل، بتبقى تحفه جدا، بتبقى حلوه حلوه. هعمل لكم بصوا يعني اوكي، ممكن اعملها لكم دلوقتي. احنا عايزين توم بس يا شيف، هنا توم بعد اذنك، توم مفروم. ايه يا رنون بتقولي ايه؟ هعمل، جت في دماغي دلوقتي فانا هعمل طبق كده، هوريها لهم لانها سهله جدا. اقطع تاني علشان اعمل لكم الاثنين. الكوسه بقى زي ما كنت بحكي لكم، ما كنتش شكرا يا شيف، ما كنتش بحبها اساسا، يعني دلوقتي بقيت بحبها وبتفنن في ان انا اعمل اخرج منها اصناف كتير. بحمر هنا ايه المكرونه، خليكي كده رتبي ايه شغلك وايه وانتي هتخلصي كل حاجه بسرعه. ما بعرفش اقعد جنب حاجة لحد ما تانية تخلص، ممكن يكون ده يعني في ناس ما بتعرفش تركز غير في حاجة واحدة، وفي ناس لا تقدر تعمل كذا حاجة مع بعض. طبعا احنا يا ستات يعني الرجالة بتهيألي ما يقدروش على كده، قدراتهم ما تجيبش كده، ولا ايه رأيكم؟ لكن احنا يا ستات لا، ده قدراتنا تجيب كده وكده وكده، يعني مين كتير بنتكلم في التليفون في وسط ده كله، تلاقونا مثلا بنهاتي مع الولاد، بنتكلم، بنعمل حاجه معاهم هم عايزينها، بنتفرج على التلفزيون. بصوا احنا لا يغلب علينا امر. هنا هقلب دي، فاضل لي كوسايه عايزه احطها برده مستخسراها، اهو
نسيبها تقلي تتقلي. وهنا بصوا خلاص المكرونه عندي خلاص دخلت على تحمير تام، بحط فيها ملح وفلفل اسود بسيط وكمون ومكعبات مرقه خضروات بتدي لها طعم خرافي. بصوا طبعا دي لو فطاري، ها فطبعا شوربه عاديه بقى اللي هي شوربه بط عندنا، شوربه لحمه، شوربه فراخ بدل المرقه، لكن احنا هنعملها صيامي صرف، نباتيه صرف. احط شويه ملح صغيرين، احط فلفل اسود، ماشي، احط ايه الميه عندي سخنه، اهي ممكن بقى زي ما احنا عايزين نحط ايه مثلا بش جزر، نحط بقى الكمون ومكعبات عندنا، مكعبات مرقة خضروات مش اي حاجة تانية، مش دجاج ولا اي حاجة تانية، خلاص حطيتها وكمان رشة كمون. دي بقى تستوي عصرة ليمون وشوفوا الحلاوة تجنن. دي يا جماعة طريقة يعني تنسب لأهل الصعيد، زي الملوخية اللي هنعملها. بتقولي يا رنا عليها مش عارفة احفظها. رنا بتقول عليها امبارح بتقولي وهنعمل شلولة، قلت لها يا رنا لا يا حبيبتي اسمها شلاولة، وقالت لي عادي بدلعها بدلعها. هي اسمها طبعا شلاولة مش شلولة خالص. اهو نخلص ده كده. عندي هنا الكوسة بتتعمل، وهنا كمان هغطي. لا خلاص دول خرجوا بره النطاق. بص بقى دي هتطلع شوربتها تحفة، مرقة الخضروات في الحاجات الصيامي بتبقى حلوة قوي. الكوسة عندنا هنا خلاص بتتقلي، هغطي هنا واسيبها تستوي ونشوف احنا بنعمل ايه، عشان احنا النهاردة حاجتنا كتير كتير كتير. ماشي حاضر، اهو بنرجع كل حاجه مكانها. طيب احنا عملنا ايه دلوقتي؟ خلصنا بابا غنوج الخطير التحفه، ده فطاري النهارده. وكمان عملنا الكوسه بنقليها، خلصنا شوربه المكرونه على الطريقه الصعيديه، لسه فاضل لنا اكلات حرشه تجنن تاخد القلب والعقل، بس بعد الفاصل، فاصل صغير وهنرجع لكم بسرعه، استنونا. بصوا انا هكتفي بالكوسة كده، لكن اللي هحط لها شوية توم بليمون بخل، هسيبها شوية تتحمر اكتر، لكن انا دول هاخدهم بقى اعملهم ايه، متبل الكوسة. ازاي بقى ايه متبل الكوسة ده؟ مش عايزة اقول لكم سهلة ازاي. هحط الكوسة كده بعد ما خلاص اخدت لها نص قلية. طب عايزاها بشكل صحي هنسلقها برضو، ايه يعني الكوسه ما بتاخدش اي حاجه، بصوا على طول بتستوي، بس انزلها الميه السخنه شويه واروح مطلعاها واروح حطها في الكبه، واتبع نفس الخطوات اللي بعد كده اللي انا هعملها ده لو عايزينها بشكل صحي اكتر، لان هي ما فيهاش اي حاجه، الكوسه طبعا سعراتها الحراريه قليله جدا. واحنا بقى اللي بنديلها الطعم، احنا اللي بنديلها الطعم. بعد ما حطيتها في الكبة احط كده ايه، احط بقى، اجيب معلش معلقة، معلش وديتكم وجبتكم معايا، احط بقى ايه كمون، تمام، احط فلفل اسود زي ما اتفقنا حاجة بسيطة، واحط ملح برضو حاجة بسيطة، ماشي، التوم بقى، التوم خلاص، وطبعا ايه ليمون، واكيد اكيد الخل عشان يديلها طعم حلو جدا، وهحط كمان شطه. شفتوا صوتي بيوطى في شطه؟
ممكن نبدلها خجل وطبعا الطحينه اللي بتحسوا ان انتوا حاطين مايونيز. عايزه اقول لكم انا مش بحط مايونيز، بس وانتوا بتاكلوها هتشكوا ان انتوا بايديكوا انتوا اللي عاملينها، وتقولوا هو احنا حطينا مايونيز من كتر الطعم اللي بيوصل من كوسه مع الطحينه بيخلي طعمها حلو جدا. شويه ايه بقدونس، تمام، شويه فلفل احمر، وهنضربها كلها كالعاده. حاضر اهي اهي عيدي ونضربها. بصوا بتبقى حلوه حلوه، هتعجبكم جدا، طعمها بيكون خرافي. ثانيه واحده ثانيه واحده، طبعا لا يفوتني اللحظه دي، انا بحبها جدا. مش عارفه اقول لكم ايه، فظيعه فظيعه، حلوه قوي قوي قوي، والليمون بقى والخل والطحينه، لا رهيبه، انا بحبها جدا، وما تتخيلوش ان الكوسه يطلع منها كل ده. والله اروح جايبه بقى برضو طبق حلو كده عندي، واقدمها. وطبعا ما انساش رشه زيت الزيتون اللي في الاخر. نجيب المعلقه اللي بستخدمها اهي، إيه لو دوقتوها لحد مش هيعرف، يعني ما يعرفهاش، مش هيجيب في دماغه خالص ان دي كوسه خالص. طعمها خطير. نجيب الشوكه، حاضر، وطبعا نعمل ايه كده. اوكي هنضف بس الطبق. بصوا عندي هنا المكرونه ايه بدات تغلي، شايفين البخار المتصاعد. هنا بقى هحط ايه، هحط طبعا رشه فلفل على الوش حلوه، وكمان رشه بقدونس حلوه، نوزع كده، وطبعا رشه زيت الزيتون عندي في الاخر لازم اهي. الطبق ده بسيط لكنه رهيب، كذلك هيتاكل فيه كتير قوي. نحط طبعا الورقه اللي عندنا الخضره اللي بتدي شكل حلو قوي، وادي تاني طبق خلص معانا في اقل 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 من وده كمان عشان يبقوا ايه كده شكلهم حلو. طيب ناقص معانا ايه؟ عايزه اوريكم، عايزه اوريكم بقى اللي خرج من الفرن علشان تشوفوا. حاضر، بصوا الصاجه اهو معايا، الحاجه اتشوت اهي، بصوا سبتها تهدى، انا بس عايزه اوريها لكم هنا اهي، بصوا بمنتهى السهولة اهي هتتشال معانا، شايفين؟ ولا يطلع الجلد مع اللحم ولا اي حاجة، ولا اي حاجة اهي. وكمان الفلفل مش هياخد معاكم اي حاجة. شفتوا دي طريقة سهلة جدا 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 لشوي البتنجان من غير ما نبهدل الدنيا ونشيل هم التنظيف. هوطي على المكرونة علشان بتغلي. بتغلي تاخدش وقت خالص كله مع بعضه، سيبه خالص. طيب خلاص هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ يعني لو كان اللي فات حلو فاللي جاي احلى. ليه بقى؟ الطبق ده رسمي يعني عندنا
في العيله، وخصوصا انا وجارتي وصاحبتي وحبيبتي ميمي، لازم نعمله. مش بنعمل طبق ميمي.